وبمساندة الأسرى والحركة الأسيرة، نحن نعلم أننا في الطريق الصحيح. يعني أوضاعهم سيئة جدا جدا، وهم في حالة الخطر الحقيقي، سواء كان كايد الفسفوس أو مقداد الكواسم اللي أدخل المستشفى وكان في حالة يعني خطيرة جدا. ووالدته امبارح احنا على الخليل لزيارة عائلاتهم، مقداد الكواسم كان والدته ووالده عنده بالمشفى، حكينا معهم تلفون وكانوا يعني متألمين جدا لأوضاعه. وكذلك الأمر كايد الفسفوس اللي أمه حتى الآن مش راضيين يعطوها تصريح تزوره بالمستشفى، وشاهدنا بنته بتبكي لعمر 5-6 سنوات وبتقول بدي والدي. هؤلاء اللي هم أصلا فيش عندهم تهمة، هم أسرى إداريين مضربين عن الطعام لأنه تم تمديد الحكم الإداري أكثر من مرة وفيش أمامهم أي خيار آخر. فإذا بتعاملوا معهم بهذه القسوة اللي هم الأسرى الإداريين، يعني هذا هو يعني بالضبط هو قتل بطيء للأسرى اللي ما عندهم تهمة أو ما عندهم قضية، فما بالك في الأسرى الآخرين سواء كان اللي أضرب عن الطعام أو اللي كان بالزنازيل مبعدين وإلى آخره. فأوضاع السجون جدا يعني خطيرة، وهذا بيتطلب من مجتمعنا الفلسطيني والعالم والمؤسسات الحكومية والرئاسية أن تتدخل يعني بكل الطرق من أجل إنقاذ حياتهم. في تشدد أكثر، هم بدهم ينهوا هذه الظاهرة إنه ما يكون هناك تفكير لدى الأسرى الإداريين بالإضراب عن الطعام، فبيلجأوا لهذا الأسلوب القمعي والشديد تجاه الأسرى المضربين عن الطعام.